مشروعات الإنتاج الحيواني النهاردة هي الأكثر جذباً للمستثمرين كبار وصغيرين. دلوقتي هنقابل الدكتور محمد بكر، مدرس تغذية الحيوان بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وهيعرفنا إزاي نعمل دراسة جدوى لمشروعات الإنتاج الحيواني. مشروعات الإنتاج الحيواني الأكثر جذباً لرؤوس الأموال. تمام. نستمر على هذا المفهوم ولا لازم نعمل توقف عشان نعيد دراسة الموقف؟ والله يا فندم، هو الإنتاج الحيواني ما زال يحقق ربحية، مشروع جاذب للعديد من المستثمرين، لكن يمكن في قطاعات أخرى ما بتحققش ربحية، لكن الإنتاج الحيواني بالعلم نقدر نحقق فيه ربحية وبالورق والقلم. طب ما تقول لنا الورق والقلم، ما تيجي نعمل دراسة جدوى مشروع تسمين. أنا دايما بنصح إن الحد الأدنى يبقى في حدود 100 راس. حجم الاستثمار ده قد إيه يا دكتور؟ تقريبا 3 مليون جنيه. لو بنتكلم في 100 راس، في 100 راس تقريبا 3 مليون جنيه. 3 مليون بالورقه والقلم لو حبينا نحكيها. بإنشاءات المزرعه ولا من غير إنشاءات لا المزرعه؟ لا انا بتكلم على ثمن الحيوانات بتغذيتها غير تمام. الانشاءات تمام. تقريبا لو انا وصلت النهارده جبت عجل وزنه 200 كيلو، عجل بقري بلدي خليط وزنه 200 كيلو، بيعمل النهارده من 88 ل 90 جنيه النهارده في شهر اغسطس 2022، سعر الكيلو من 88 ل 90 جنيه. فلو افترضنا بالحد الاقصى 90 في 200 ب 18000 جنيه، ده العجل ال 200 كيلو، وانا هسمنه لحد ما يوصل معايا وزنه 450 كيلو، هيوصل للوزن ده بمتوسط نمو يومي حوالي كيلو وربع، يبقى يعمل معايا 200 يوم، يبقى الدوره بتاعتي مدتها 200 يوم. في الدوره دي لو انا حسبت له كميه العلف، هلاقي متوسط كميه العلف المركزه اللي العجل هتاخدها في خلال الدوره دي حوالي 6 كيلو جرام علف مركز، ولو انا اكلت سلاج هياكل حوالي 7 كيلو سلاج، ولو اكلت مثلا في حدود كيلو دريس وكيلو قش رز. لو حسبت تكلفه الخامات دي باسعار النهارده رغم الزياده اللي حاصله، هلاقي ان العجل بيصرف معايا تقريبا 59 جنيه في اليوم او 60 جنيه كمتوسط. فانا لو ضربت 60 وهيصرف معايا حوالي 5 جنيه يومي مصاريف الشغل بتاعته في الدوره بحالها، فانا لو حسبت تكلفه العجل هجد ان الكيلو بيقف عليا ب 69 ل 70 جنيه بحد اقصى. كيلو اللحم واقف عليا في العجل الوزن 450 جنيه حوالي 70 جنيه. النهارده السعر ماشي 75 جنيه تقريبا 76، وفي العيد كان ماشي 80 جنيه. يعني بيكسب من 5 ل 10 جنيه في الكيلو. بيكسب من تقريبا 5 جنيه، 5 جنيه في 450 يعمل معاه حوالي 2000 وشويه، 2250 تقريبا يعني. انا ممكن اجي في دوره احقق ربحيه اعلى من كده، وممكن في دوره ثانيه احقق ربحيه اقل شويه، ولكن انا النهارده اما اعمل مشروع 100 راس، السنه اللي بعديها بقى 200 بقى 300، كل سنه بكبر حجم المشروع بتاعي، بيزداد عدد الناس اللي بتشتغل معايا، فبشغل ايدي عامله جديده، بقى عندي منتج يحقق الامن الغذائي او يساعد في سد الفجوه سواء البروتين الحيواني او الالبان. لكن انا لو عندي فلوس وما عنديش عجول وما عنديش لبن وما عنديش عيش وما عنديش قمح، انا دخلت في ازمه كبيره. فانا ارى من وجهه نظري ان الانتاج الحيواني وتشغيل الفلوس في المزارع افضل من ان انا احطها في البنوك بدون ما اشغلها يعني. الدراسه اللي حضرتك قلت لنا عليها دلوقتي دي للعجول المستورده تربيتها في مصر ولا العجول المحلية البلدية؟ أنا بتكلم على العجول المحلية البلدية. العجول المستوردة هي عجول مناسبة للكائنات الكبيرة، وعجول يعني خلينا أبسط الموضوع لحضرتك، إحنا ما بنحسب الاحتياجات الغذائية للحيوان، يبقى عندنا حاجه اسمها احتياجات حافظه، اللي هي الاحتياجات اللي تحافظ على حياه الحيوان. فلو عجل بلد وعجل مستورد وزنهم الاثنين 300 كيلو، احتياجاتهم الحافظه متساويه. اما الاحتياجات الانتاجيه بتتوقف على حسب معدل النمو اليومي. فلو عجل بلدي وزنه كيلو وربع، احتياجاته بتختلف عن عجل مستورد بيجيب كيلو ونص او 2 كيلو الا ربع او 2 كيلو في السلالات البيور النقيه، ممكن توصل 2 كيلو في اليوم. ده معناه ان الاحتياجات الغذائيه للعجل المستورد بتختلف في النوعيه والكميه عن العجل الايه، العجل البلدي. تمام. وايضا في الرعايه، يعني العجل البلدي ممكن يتربى في مكان حر شويه، متحمل متاقلم على ظروف المناخيه بتاعتنا. العجول المستورده بتبقى محتاجه نظام زي تبريد او تهويه افضل شويه، لان الظروف الحر عندنا ممكن تاثر عليها، تعمل لها هيت ستريس قوي. فالكميه هتختلف، ونوعيه البروتين والطاقه اللي موجوده بتختلف، نوعيه الاضافات العلفيه المستخدمه مع العجول المستورده تختلف عن العجول البلديه. هو مفيش حاجه في العلف فيها اختراعات كده يعني، حاجه كده تفرقع العجل بالظبط كده يعني؟ انا بدفع فلوس غاليه جدا عشان العلف الاقي بقى مردود. انا اقول لحضرتك حاجه، النهارده احنا كل لما الاسعار الخامات تزيد احنا بنرفع الجوده اكتر، بحيث ان الحيوان يحقق معاه اعلى معدل نمو يومي، ولو في انتاج اللبن يحقق معاه اعلى ربحيه. عايز اقول لحضرتك احنا كان عندنا انواع عاملين وفقا لدراسه للسوق، احنا عندنا جزء كبير من الابقار البلديه او الابقار حتى المتوسطه الاضرار او منخفض الاضرار، عملنا لها علف اسمه 16% متوسط اضرار، ده يناسب الابقار اللي تحت ال 20 كيلو، وعندنا علف لعاليه الاضرار اللي هو من 20 لحد 30 32 كيلو، ده في 19% في الالبان. عملنا نوع جديد اسمه سوبر ديري 21%، ده علف بيحتوي على رقائق الذره او الفليك دي كورن، رقائق الذره المجلتنه، معامل هضم النشا لنوعيه الذره دي تصل الى 96 97%، ده بيضمن ان مفيش ذره بيفقد في الروث،
الذرة العادية بتبقى من 10-13% منها على حسب درجة الجرش وأمور كثيرة أخرى والهضم ومنظمات الحموضة كده بينزل في الروس، لكن في حالة استخدام النوعية دي ما بينزلش في الروس. العلف ده بيحتوي على حاجة تاني اسمها فراكشنيتد فات 99%، بروتكتد فات دهن محمي 99%، وده برضو بيبقى مصدر طاقة عالي جدا. الطاقة بتاعت البروتكتد فات دي بتوصل لحوالي 184% تي دي ان، دي طاقة عالية جدا، ودي بتناسب نوعية معينة ومرحلة معينة من حياة البقرة، يعني مش في أي وقت بنستخدمها، فدي بتضمن لي إن أنا بجيب لبن قد يصل ل 45 كيلو. 45 كيلو؟ 45 كيلو، دي تناسب المزارع الكبيرة، المزارع النظامية.